اهلا بحضراتكم مره تانية محسن. خلينا بقى نتكلم على بالتفصيل شويه على مباراه ريال مدريد وليفربول، مباراه الكل متوقعها، العالم كله مستني هذه المباراه. انا سالتك وقلت لك هل مشوار ريال مدريد وانه يقصي تشيلسي وبي اس جي والمان سيتي السلاح في ايديهم، يعني ده عمل نوع من انواع الرهبه شويه ليفربول، هل هيغير حسابات فنيه بالنسبه ليوجن كلوب اثناء المباراه؟ لان شفنا ازاي بيرجع في اي لحظه على المستوى النفسي وعلى المستوى التكتيكي، شايفها ازاي؟ بالتاكيد هيتعلم حتى على الاقل من اخر مباراه درس بيب جاردولا لما كان متقدم 1-0 وبدا يريح لعيبته، اخرج دي بروين ومحرز يعني خصم اصلا تاني بقى محتاج جونين عشان يتعادل حتى، لكن جاب 3 وكسب. فهو اعتقد اول درس اتعلمه يورجن كلوب انه المباراه لم تنتهي حتى لو انت متقدم والدقيقه 90 1-0 ولا 2-0، لا تأمن ريال مدريد. بالظبط، لا تأمن ريال مدريد. شخصيه البطل موجوده بكل امانه، يعني ما اقدرش حد ينفيها. ناس كتير بتتكلم على الحظ وبتاع، لكن او كان حتى مستواه في الدوري انا الدوري طبعا بفرق كبير او ما كانش فيه منافسه قوي، لكن برضه بصراحه انا لا أأمن لليفربول، يعني لا أأمن واحد زي كارلو انشيلوتي مش بس تاريخه كبير في البطوله انه واخدها قبل كده 3 مرات ومع ميلان ومع ريال مدريد، لكن حتى في حسن ادارته المباريات. يمكن يعني انا بستغرب ليه النادي ريال مدريد قدر يهزم الثلاثة بالشكل الدراماتيك اللي احنا شفناه هيتشكوكي شويه، يعني يمكن لقيت اقرب حاجه ان هو كان بطريقه الفوضى، بيعمل فوضى في الملعب لما بينزل في الشوط الثاني في اخر مباراه واحد زي رودريجو او كابافينجا اللي هو يعني مش مهارين قوي لكن عندهم اللياقه البدنيه، فكانوا بيعطروا اوراق المنافس. يعني دايما بيبقى ده دي فكر مدرب، يعني دايما تلاقيه هو كان بيعمل دي كتير وبنسبه اقل كان بيشارك مثلا فاسكيز، فبيعمل خلخله في الفريق الثاني ان انت اتنين صراع في وقت برضو مع قرب نهايه المباراه، فبيربكك حتى لو انت عندك المهاره اعلى. يمكن ده كان بيساعده اكتر ان هو يفوز. بصراحه يمكن اخطر حاجه على ليفربول في المباراه دي بصراحه كارلو انشيلوتي، بالاضافه طبعا لشخصيه البطل اللي هو جاي، يعني تخيل 11 ده الاهلي 6 ليفربول وهو 13، يعني بيدور على ال 14، يعني لازم بصراحه. بعض الناس قالت لك يمكن على مستوى انت بتتكلم على فرقه تضم افضل شكل هجومي في اوروبا وهو ليفربول. على الجانب الاخر انت على الجانب الدفاعي لريال مدريد في بعض المشاكل، ولكن يبقى بنزيما هو بالظبط كنت لسه هقول لحضرتك هو الحل، يعني بيتكلم على هجوم ليفربول. طب ما هو مثلا بنزيما هو هداف البطوله نفسه ب 15 هدف في حين ان عندك صلاح 8، يعني الفرق كبير جدا. هيك ان هو مثلا هنقول ايه صلاح مثلا نهى الموسم هنا 23 هدف بمناصفه مع سوني، لكن هناك 27 هدف لوحده وفرق كبير جدا عن اقرب منافسيه في الليجا الاسبانيه. لكن طبعا مش هحسب فرق دوريات، لكن لما نيجي البطوله المشتركين فيها دور الابطال، لا طبعا بنزيما في حته تانية خالص، يعني بصراحه بكل امانه يعني يستحق. طب هو السؤال